بص هو انا هقول لك ممكن يبقوا واحد يعني يلا يا عم الحاج انا اصيل لمخه في الكلام اصيل لمخه اتنين بس يعني هاكد لك على واحد منهم هو ممكن يكون عبد الحليم علي او ممكن يكون ميدو هي دي المعلومه اللي ارجو ان انا بصلحها عند الشعب المصري كله وكل الجماهير الحبيبه العاشقه لنادي الترسانه اللهم صل على النبي الكابتن احمد حسام ميدو العالمي على ما اظن يا باشا كابتن احمد حسام احمد حسام ميدو على ما اعتقد احمد حسام ميدو اجابه صحيحه بصراحه مش فاكر لا مش مجمع بصراحه على زمن يعني مفيش فايده للاسف والله يا فندم مش فاكر والله فرحان قوي والله مش فاكر بالظبط بس اعتقد احمد حسن يا ميدو اعتقد ميدو